الشعب بحيث أنا هو رئيسكم الجديد. رئيس رئيس على روحك يا بابا، تدارين هي الرئيسة، فهمت؟ يا ولا حويت، تشكون فيكم الرئيس؟ أشكون الرئيس؟ يا نيجي إيجا نقول لك وانتي ماشي كيكة لسليم ولا كليم. يا فتحي اختارني توراني تعب وكذا. علاش؟ شو كنت تعمل؟ يا فتحي كنت ندشن في سد، فهمت الله؟ يا حسرة على ريح السد، فيلم يعمل الكيف. لا يا فتحي، سد متاع ماء وكذا. باش تحلي معمل متاع ماء بسمية. يا فتحي سامحني الغلط اللي نحكي معك، فهمت الله؟ ايش قلت يا بابا؟ يا توحى شي، خليني نطلع نرتاح. ما ترتاح مداك، إيجا لنا حاسي بيك بعد في الليل نحكي وعايش مريتي. قلت لك تو ربي قدر الخير وبره في النار. تفضل تو يا نيجي، شكون الرئيس؟ طيب تبيع أنا هو الرئيس وكذا. بيه قولي تو، عجبتك حكاية الـ 25%؟ الـ 25% متاع الباك. والله يا فتحي اش مش نقول لك، فهمت الله؟ تي ليه؟ سي سليمة بشيكر وزير المالية قال أي واحد يربح في برنامج تلفزي ولا إذاعي لازمو يعطي 25% من المربوح للدولة. 25% وكذا؟ كيفاش ما فهمتكش يا سراو؟ بيه مثلا أنت شاركت في برنامج متاع تلفزة وربحت 100 مليون، لازمك تعطي 25 مليون للدولة باش هكاك يعبيو خزينة الدولة ويولي عندهم فلوس. إيش بيه؟ فكرة باهية باش نعبيو شوية الخزينة، فهمت الله؟ أما فكرة باهية متاعك، شنو ذنبهم المواطنين؟ أنا شفت وسمعت شو قالوا العبيد في التلفزة وش كتبوا في الفيسبوك، الكلهم مش عاجبهم القرار. شو يا ناجي، لازمك تكلم سي سليمة بشيكر ينحيها القانون هذايا. يا فتحية ما يجيش راهو نكلمو تو كذا. توا تطلبوا. الو يا سليم، لاباس؟ لاباس يا ناجي، وانتي؟ يا سليم يا اخي، شنو حكاية هالقانون متاع 25% وكذا؟ يا ناجي ما تحكيش معاه هكا، قل له تو ينحي القانون. يا فتحية ما يصيرش راهو هكا. رئيس راك قالوا ما يصيرش هكا. يا سليم اسمعني كلمتين، القانون متاع 25% لازم يتنحى، مش معقول راهو الدولة تاخذ 25% من المرابيح متاع الفايزين في البرامج في التلفزة وفي الإذاعة وكذا. سي ناجي راهو القانون هذايا صوتوا عليه في مجلس الشعب وسي مش مفعلوه في 2016. فهمتك يا سليم، يا خسارة. أما خسارة متاعك، باهي يقولوا على الأقل اللي يربح في البروموسبور ما يعطيش 25% والباقي ما يسالش. يا سليم باهي على الأقل ما تطبقوش القانون على الرابحين في البروموسبور وكذا. علاش سي ناجي، شديت ورقة فيها برشا فلوس؟ سي ناجي القانون سي تفعل. يا سليم ما فما حتى محاولة باش نبدلوا فيه حتى شوية. هات الهون يا ناجي. اسمع يا سي سليم، في يدك 24 ساعة، كان ما يتنحاش القانون على الرابحين في البروموسبور نتفاهم معاك. مال اللي ربحتهم باش ياخذوا منهم 25%؟ واش دخلهم هما؟ شنو مدام؟ صار انت ربحت في البروموسبور. يا فتحي ربحت في البروموسبور؟ انا لا ابدا. ايوه الشعب بحيث انا هو رئيسكم الجديد. رئيس رئيس على روحك يا بابا، تدارين هي الرئيسه، فهمت؟ يا ولا حويت، تشكون فيكم الرئيس؟ اشكون الرئيس؟